صلاح عبد الرزاق، أهلا بك في النشرة الرئيسة. يعني أستاذ صلاح، في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل الأحداث الإقليمية الساخنة، ستشهد العراق أو سيشهد العراق انتخابات برلمانية مقبلة. البعض ذهب بأن هذه الانتخابات سيتحكم بها الصراع الأمريكي الإيراني، ما تعقيبك على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الانتخابات ليست أول مرة وليس التدخل الأمريكي إيران أيضا بجديد، ولكن اليوم على مراكز الانتخاب في تدخل من قبل سواء متظاهرين أو مسلحين وإجبار الناس على تغيير قناعاتهم أو التصويت لجهة معينة. هذا الجانب الأول اللي شخصيا أنا أتخوف من عنده، ولا توجد دلائل على الاستقرار الأمني، وده نلاحظ اليوم حالة الانفلات بالشارع واستخدام السلاح وغيره في كل بساطة. هذا ما يقلق حقيقة أي مراقب. الجانب الآخر أيضا تكرار سيناريو 2018 في التزوير اللي حدث داخل المراكز الانتخابية وكذلك حتى في السيرفرات، ثم تم إحراق الصناديق لإخفاء الجريمة، ومضينا على عملية انتخابات مزورة وشكلنا بها حكومة عادل عبد المهدي وكذلك حكومة يعني الكاظمي. هذه المخاوف حقيقية وليست هي بسبب التجربة أولا، وأيضا بسبب الأوضاع الحالية اللي قاعد تنعكس عليها اليوم. نجد هناك من السهل الدخول إلى أي دائرة وإلى أي مؤسسة وإجبار مديرها على الاستقالة أو التدخل في عملها، فكيف بالمفوضية والمراكز الانتخابية التي يعني صعوبة أن نسيطر عليها أو نزودها بقوات أمنية، بل حتى بعض القوات قد تتعاطف مع هؤلاء المتظاهرين كما رأينا. لذلك لا تزال يعني موضوعة النزاهة وشفافية الانتخابات من أهم العناصر اللي تخلي الشارع يقبل بها أولا. طيب. وأيضا كما ذكر تقريركم قضية يعني مراقبة الأمم المتحدة، وهذا شيء طبيعي ومحبب أنه هناك يدعى مراقبون من كل دول العالم لمراقبة المحطات الانتخابية وغيرها والإشراف يعني على سلامة العملية، خاصة في العد والفرز وغيرها. نعم. لا تزال مشكلة البطاقة البيومترية، لا تزال هناك كثير من الناس لا يزالون بعدهم لم يحصلوا، هناك مشاكل للنازحين غيرها. ربما يعني تم إلغاء انتخابات الخارج وهذا شيء إيجابي فعلا حتى نقلل، وأعتقد حتى الانتخابات الخاصة أيضا للقوات الأمنية في رأيي يعني ليس بحاجة أنه يدخلون كعسكر وغيرها. كل من ببيته إذا هو أثناء الانتخابات متواجد قرب بيته يمكن ينتخب، أما بهذه الطريقة راح تصير بها ولاءات وبها أيضا توجيه أصوات باتجاه مرشحين معينين قريبين من القوات المسلحة أو القائد العام أو بعض القيادات العسكرية. نعم دكتور صلاح، أرحب بك مرة أخرى إلى نشرتنا الرئيسة، وشكرا على تلبية دعوة الاستضافة. إذن أنت دكتور تصطف إلى من يطالب بتأجيل الانتخابات لحين ضمان أفول هذه التخوفات التي ذكرتها، سلاح منفلت، ولاءات، لربما تظاهرات تفتعل أمام المراكز الانتخابية بهدف التزوير، وإن أجلت الانتخابات ما هو الضامن بأن تزول هذه التخوفات التي ذكرتها؟ يعني هي الانتخابات حتى الآن حاليا يعني إذا نريد نقول ما بين الشهر تشرين الأول يعني العاشر، والانتخابات الدورية يفترض أنه تجرى في الخامس 2022، يعني فقط هي القضية 7 أشهر وإحنا نتحدث عن انتخابات مبكرة، فهي لم تعد مبكرة. وإذا تأجلت إلى 2022 حتى لو تأجلت، ما الضامن أنه سيتم السيطرة على الوضع الأمني أيضا، وأيضا عدم وجود سلاح منفلت حتى في يعني الشهر الخامس 2022 اللي هي الانتخابات الدورية للبرلمان العراقي. فلذلك أنا لا أقول بالتأجيل، خلي تبقى في موعدها على الأقل، نحترم
التوقيتات اللي انطلقت من الحكومة وأيدها البرلمان، ويجب على الحكومة إبداء كل يعني الاستعدادات والإجراءات الكافية بذلك. ولكن يعني كثير من المراقبين نرى أن هذه غير كافية لحد الآن، لا يزال السلاح موجود في الشارع، لا تزال كثيرة من الأمور حوادث، يعني اقتحام مؤسسات وحتى مستشفيات وغيرها. لا ننسى يعني صحيح احنا انشغلنا بحادثة يعني مستشفى ابن الخطيب، ولكن سبقها حوادث كثيرة، حتى اعتداء على أطباء مثلا، على هذا أيضا غير محبذ، وكذلك اعتداءات على شرطة مرور في الشوارع وغيرها. السلاح العشائري وصل إلى حد مستوى متوسط أو ثقيل، أعتقد هذا شيء خطر أيضا. لذلك يجب نشعر أو نتلمس إجراءات حقيقية وصارمة من قبل الأجهزة الحكومية وخاصة الأمنية تجاه السلاح المنفتت أو التظاهر غير المسموح به. لا يوجد اليوم تظاهر غير مسموح، أي شخص ممكن يطلع تظاهرة، ورأينا بعض التظاهرات وجهت أيضا بالعنف، أيضا ليس فقط بالماء والدخان وغيره، وإنما بالعنف أيضا، وبعضهم سقطوا شهداء عندنا في بعض التظاهرات. أيضا نلاحظ في قضية إجراءات الصحة لا تزال غير ملتزمة، كثير من الناس أسواق ناس ومحلات مفتوحة في ظل الحظر، يعني في الأيام الحظر الكلي وحتى الحظر الجزئي، يعني ليلا لا تزال كثير من المحلات في مناطق بغداد والمحافظات مفتوحة ومختلطة، وتقوم بها نشاطات وفعاليات سواء تجارية أو سواء نشاطات اجتماعية ودينية دون يعني الالتزام بالحظر او مقررات الحظر. هذا ايضا جزء من الانفلات، ولذلك اضطرت اللجنه العليا لمواجهه كورونا الى اعلان 10 ايام من يوم 12 الى 22، ولا اعتقد سيتم الالتزام بهذا اليوم. يعني سيارات تسير في الشوارع، ناس كثيره من الناس كثير تسال يقول لك انا عندي هويه، وكل واحد مطلع هويه ومطلع عائلته، فاذا لا يوجد التزام حتى بتعليمات وزاره الصحه في الوقت الذي نرى كل دول العالم اتخذت اجراءات صارمه وغرامات وغيرها من اجل أنه تقلل من الإصابات. اليوم عندنا الإصابات قرابة 6500 إصابة، وهذا رقم عالي جدا، بينما إحنا قبل عدة أشهر وصلنا إلى بحدود 800 إلى 1000. اليوم ضاعفت، ولكن التزام المواطن بالنظام العام وبالتعليمات الصحفة كيف راح يلتزم في قضية بيها مشاعر وبيها حماسة مثل الانتخابات وبيها يعني تحشيد وبيها أيضا أموال ستدفع وغيرها؟ هذا بالتأكيد غير مطمئن لأي مراقب. نعم أستاذ صلاح، بالعودة للحديث عن المرشحين، قرابة 3500 مرشح، ومن بين هؤلاء المرشحين هناك بعض الكتل، وهناك بعض الملاحظات على هذه الكتل باستغلال دماء الشهداء، دماء شهداء تشرين تحديدا، والمتاجرة بها تحت مسميات وكيانات جديدة في الانتخابات المقبلة، كيف ترى ذلك؟ يعني حقيقة فيما يتعلق بالمتظاهرين، هم أيضا شكلوا تقريبا 7 أحزاب الآن، وهذه الأحزاب أيضا يعني في الوقت اللي كانوا ينتقدون الأحزاب ويتهمون الأحزاب وفشل الأحزاب وفساد الأحزاب، ولكن أيضا شكلوا أحزاب ودخلوا في هذا. بعض الكتل السياسية أيضا اللي كانت مع هذا التيار الاحتجاجي إذا أريد نسميه، ودخلوا في الخيام الاعتصام والساحات غيرها، هذه كلها اليوم أيضا يشاركون بعناوين يريدون أيضا أن يعطوا مسحة جديدة أو جزء من هذه الأحزاب. حقيقة يفترض، أنا نصيحتي أولا يعني من بداية تشرين أول ما صار كنت أدعو إلى أنه ينظمون صفوفهم في 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 كيان واحد، في جبهة موحدة على كل المحافظات حتى يحافظون على أصواتهم. هم نفسهم طلبوا
أنه يكون هناك دوائر متعددة. الآن أصواتهم راح توزع كثيرا في الدوائر المتعددة، وأيضا راح تضيع كثير من أصواتهم خاصة تجاه كتل سياسية منظمة صاحبة. طيب دكتور، هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض الكتل السياسية التي يراها أو يصنفها المراقبون على أساس أنها متنفذة. ما الذي تفعله هذه الكتل؟ تفتعل قوانين، على سبيل المثال قانون الشثاث البعث، ثم تأتي إلى المحافظات المحررة ولتفرض على الأناس الذين لديهم قاعدة شعبية، إما أن تأتي معي وإما أن تشمل بهذا القانون أو أن يتم التهديد والوعيد كما تحدث ناشطون لدجلة لإجبارهم على الانتماء لتلك القوى المتنفذة. كيف تصف هذا الأمر؟ لربما حراك جديد. لا، للأسف هذا لا يزال في كثير من المحافظات، وأيضا ولا خلاف أنه هناك في بعض المحافظات الشيعية والسنية أيضا، يعني قضية عامة، والقضية هو سباق نحو الانتخابات وحشد أكبر عدد من الأصوات واستخدام وسائل الترغيب والترهيب. للأسف هذا أصبح يعني جزء من السياقات الانتخابية العراقية، ونأمل أنه نتخلص منها، وأنه كل كتلة سياسية تعرض برامجها وكيفية التغيير وكيفية تحسين معيشة المواطنين وتوفير الخدمات وغيرها، أفضل من الإجبار على مجيء شخصيات وبعدين ينتهي دور المواطن عند صندوق الاقتراع. يعني هذا هو طبيعة النظام السياسي العراقي، أنه المواطن المنتخب لا يشارك لا بانتخاب رئيس الجمهورية ولا بانتخاب رئيس الوزراء، لأنه قد يكونون غير منتخبين، مثل ما الآن عندنا رئيس الجمهورية برهم صالح غير منتخب ولم يشارك في الانتخابات، وأيضا رئيس الوزراء سيد الكاظمي غير منتخب ولم يدخل انتخابات، وكذلك اللي قبل عادل عبد المهدي. وهذه حالة جديدة، أنه يعني الرئاسات التنفيذية غير منتخبة في ديمقراطية، وهذا أعتقد يوجد خلل. يمكن فقط عندنا رئيس البرلمان باعتباره نائب بالأصل ينتخب، فقط عندنا رئيس البرلمان منتخب، بقية الرئاسات غير منتخبة، وهذا خلل كبير يجب إصلاحه، يعني خاصة إذا في أي تعديل دستوري. لذلك المواطن هنا راح تنتهي مهمته مجرد أن ينتخب فلان كنائب، يبقى النائب هو وكتلته وصفقاته واتفاقاته وغيرها هو اللي راح يرجح اختيار هذا الوزير أو اختيار هذا الرئيس أو غيرها. فإذا حتى الديمقراطية بمآلاتها هي الغير ليست لصالح المواطن في مآلاتها يعني ونتائجها. نعم، المواطن يحشد يعبى، تثار فيه يعني المناطقية أو العشائرية أو أي شيء آخر، ولكن في النتيجة هو يفقد كل قدرته بمجرد أن يضع ورقة الاقتراع في الصندوق، وبعد ذلك تنتهي، تبقى مهمة تشكيل الحكومة هي مهمة الأحزاب الفائزة، وأيضا تقودها الشخصيات والزعامات السياسية. نعم أستاذ صلاح، بما يخص الملف الأمني، كما تعلم أن في الفترة الماضية وفي الفترة الحالية شهدت معظم محافظات العراق عدة خروقات أمنية، وتحديدا في محافظة كركوك. ما علاقة هذا وكيف سيؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة؟ يعني الواضح أن الأكثر هذه العمليات اللي تصير هي داعش، وداعش تبناها في بيانات واضحة. خلال قبل يومين في يوم واحد كان عندها ثلاث مناطق تعرضت إلى هجمات من داعش، وراح بها حوالي 22 مواطن سواء عسكري أو مدني أو غيره. الحقيقة هذا الارتخاء الأمني اللي نشوفه بسبب عدم وجود متابعة وعدم وجود انضباط، وإلى أن تأتينا والعياذ بالله كارثة كبيرة أو تسقط بعض المدن، هذا قد يحدث. أنا ما أقدر أطمئن، ولكن هناك عمليات الآن في الموصل أيضا للقوات الأمنية لملاحقة داعش، في كركوك، في حمرين، في ديالى عندنا أيضا. هذه كلها عمليات يعني بسبب، وحتى بغداد عندنا في الطارمية كما رأينا. لذلك
يجب أن يكون هناك فعلا يعني مواجهة جدية وتحشيد فعلا أمني واستخباري لمواجهة داعش، وعدم ترك المجال لاستغلال فرصة الانشغال السياسي بالانتخابات وأيضا الحملات الانتخابية اللي راح تبدأ يعني قبل الانتخابات بشهر. أعتقد هذه كلها لا تطمئن إذا استمرت الأمور، يعني إذا كثرت حوادث داعش أو عملياتها الإرهابية خاصة في مناطق المدنية في بغداد وأيضا تهدد كل الوضع الأمني. طيب دكتور، يعني أشرت إلى نقطة مهمة بأن القوى السياسية ارتضت للمواطن بأن يكون إكسباير، بمعنى ينتخب ثم ينتهي دوره لتستلم القوى السياسية الكبيرة ملف المناصب لتقسمها فيما بينها. هناك مشكلة أخرى، مع كل انتخابات بعد كل انتخابات ترافق المشهد السياسي العراقي الكتلة الأكبر. من هي الكتلة الأكبر؟ هل تلك التي فازت بالانتخابات بعد الانتخابات؟ ولربما رأيت ما حدث في حكومة عادل عبد المهدي. نعم، للأسف تم تجاوز يعني مسألة دستورية الكتلة الأكثر عددا يسميها الدستور. هذه قضية دستورية للأسف تم تجاوزها في تشكيلة حكومة عبد المهدي وأيضا في حكومة الكاظمي، ورأينا هناك خلل واضح وكبير واجه رئيس الوزراء لأنه ليست له كتلة نيابية تدافع عنه. يعني عادل عبد المهدي استغرق يمكن 10 أشهر من حكومته إلى أن عين وزير دفاع ووزير داخلية، ويمكن الشهرين الأخير من حكومته يلا عين وزيرة التربية، وكذلك بالنسبة للصحة بعد استقالة الألوان وغير. إذن هناك يعني ضعف نيابي لدعم الحكومة، لا يوجد هناك من كل من يريد استحقاقاته من الحكومة ووزراء والدرجات وغيرها، هذه كلها يريدونها، قسم منهم الآن يأخذوها يعني خلينا نقول مقدمة بعد الانتخابات، أيضا يريدون حصص ويريدون مناصب وامتيازات. هذه أيضا كلها تجعل رئيس الوزراء ضعيف فعلا وتحت ضغط الأحزاب السياسية أو الكتل السياسية التي تلوح له سواء بالاستجواب والإقالة أو غيرها بغرض ابتزازه. هذا هو كان أهمية الكتلة الأكبر، أنه هي التي تأتي برئيس الوزراء وهي اللي مسؤولة عنه. اليوم لما نسأل من أتى بعبد المهدي ومن أتى بالكاظمي، مثلا سائرون والفتح، كلهم يقول احنا لا ما احنا ما مو احنا اللي جبناه، او احنا ما مسؤولين عن اللي صار. طيب من مسؤول؟ اذا لو توجد كتلة اكبر وتحدد واسماءهم وغيرها ونقول هم رشحوا فلان لرئاسة الوزراء، ايضا طبعا الكتلة الاكبر ايضا تتدخل في قضية انتخاب رئيس مجلس النواب وايضا رئيس الجمهورية. لذلك يجب ان يكون واضح من هي الكتلة الاكبر وفق السياقات الدستورية، ورأينا للأسف حتى في ترشيحات ما قبل الكاظمي كان هناك مخالفة للكتلة الأكبر، وارتكب السيد رئيس الجمهورية عدة مخالفات دستورية واضطرت بعض الكتل أنه توجه له إنذارات وتهديدات وغيرها، سواء بشكوى المحكمة الاتحادية، ولكن المحكمة الاتحادية أيضا كانت عاطلة عن العمل بسبب فقدان نصابها. إذن الكتلة الأكبر يجب أن تتحقق حتى يستقر البرلمان، حتى تستقر الحكومة. يعني اليوم رئيس الوزراء لا يستطيع أن يمرر مرشح لأنه ما عنده إلا يرضي فلان بمنصب أو يرضي طرف آخر بامتياز حتى يوافقون يحضرون الجلسة، اللي ما يقبل راح طبعا يبادر إلى كسر النصاب الجلسة وبالتالي لن تنعقد الجلسة. ولربما دكتور هذا أيضا يفتح الباب أمام المشاريع لربما التي تهدد الأطراف السياسية. شكرا جزيلا لك الدكتور صلاح عبد الرزاق الباحث في الشأن السياسي العراقي على هذه الإحاطة.